بطموح مزج بالهوية والتراث أحيا الشاب محمد خالد بوشيري أحد الأماكن التراثية في سوق المحرق، حيث عاد افتتاح مقهى مضى على تأسيسه أكثر من 30 عاما، ليدخل هذا الشاب البحريني في عالم ريادة الأعمال من خلال البوابة التراثية والشعبية. بين أزقة سوق المحرق التي تحمل كل زاوية فيها حكاية فريدة خلدها الزمان، أحيا الشاب محمد خالد بعضا من تلك الذكريات بإعادته لتأسيس هذا المقهى الذي تجاوز عمره 30 عاما وبشكل مزج الحداثة بالتراث القديم. والهن يا محرك واطوف السكر، والهن يا محرك. شفنا المكان يبي له إعادة تأهيل، فاحنا حطينا أفكار بأن احنا نحافظ على المكان بشعبيته وبنفس الناس اللي كانوا يجونا قبل. فاحنا الحمد لله بدينا ذي الشيء، يعني انا والوالد وبعد عندنا شريك في هالمكان ذي، اجتهدنا وحطينا جهدنا بحيث ان احنا نبين شلون البحرين كانت قبل. انسجام الاجيال اكثر ما يميز هذا المكان، فتحت سقف المقهى يتوارث الصغار قيم وتقاليد الاجداد، اما كبار السن فنقاشاتهم وحواراتهم هي بمثابة برلمان شعبي مصغر. طبعا هني يجون الشياب والشباب، كل واحد يعني مثلا يقول حق الثاني، مثلا الشياب يعلمون الشباب شنو قبل كانوا يسوون هني مثلا في هالاماكن او مثلا برا، او يعلمونهم يعني في الامور الحياتيه الباقيه. وفي ناس بعد يجون يقرون بعض الكتب الموجوده، مثلا عندنا زاويه علي الشرقاوي، ففي ناس يجون من محبين علي الشرقاوي فيصورون هالاشياء اللي موجوده عندنا، لان عندنا اشياء مثلا نادره. طموح هذا الشاب لم يتلخص في الاستثمار فحسب، بل اراد ان تعيش الاجيال القادمه تجربة مغايرة على العتبات القديمة وبنكهة محرقية، وأن يقلل الشوق والحنين لأولئك الآباء والشيوخ. فكل شيء ذي احنا كنا نشوفه من يوم كنا صغار، فاحنا نبي بعد نراوي عيالنا، نبي نراوي اخواننا الصغار، نقول لهم ترى ليه الحين في سوق المحرق. المقاهي في سوق المحرق شواهد على العصر، فكم ضمت في جنباتها من المفكرين والفنانين والأدباء وغيرهم ممن ساهموا في كتابة تاريخ هذه الجزيرة. عبق تاريخ يفوح في هذا المكان، كيف لا وهو يقبع بسوق يمثل إحدى المرتكزات التراثية والهامة في هذه المدينة العريقة. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.